وسهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج سبيد. طبعا فريق بلوك 2 تأسس من فترة طويلة، من 5 أو 6 سنوات تقريبا. بلشنا بسيارة واحدة بالدراج ريس اللي هو سيارتي أنا، فئة الأوتلو 6 سلندر. بعدين ضفنا سيارات ثانية في فئات ثانية، يعني عندنا الحين الآن الموسم اللي طاف عندنا سيارتين فئة 10.5 كورفت، سيارات كورفت انتين فئة الـ 10.5، وعندنا أيضا في رياضة الدريفت هم بعد عندنا سيارة في الدريفت. الفريق مكون طبعا كلنا كويتيين، مدير الفريق عندنا حسن العتيجي، عندنا معاكم جاسم زمان أسوق الستة سلندر فئة الستة سلندر، وعندنا رائد حيدر وعندنا يسوق الـ 10.5، وعندنا أحمد زمان هم يسوق الـ 10.5، وعندنا عبد الله مظفر هم بعد بالـ 10.5. طبعا انا اول شيء كنت رياضي، كنت بسنه 92 العب نادي الكويت جودو وبطل الكويت واحب الرياضه هذه، لكن مع الكبر وال سن المراهقه هذا تعرف تحب تطلع تبي تروح تبي ترد، نسيت الرياضه هذه. غلبتنا الغالب، يسمونه الغالب غالب، فان الوالد الله يحفظه هو من سنين قبل يحب السيارات القديمة، وكان عنده سيارة سبورت، فأنا أكيد بتطبع على طبع الوالد، فأنا حبيت السيارات سبورت وبلشت أشتري سيارات سبورت. الوالد كان راضي، مو كان راضي على إني أقتني سيارات سبورت، ولا يومك مو راضي، بس يعني اللي مو راضي بس إنه يقول إن شاء الله تبطل منها السيارات، لكن كهواية يدري فيها أن هواية، قال لي هذه فيها خسائر وبس خسائر، لكن أنا بالنسبة لي هذه تشبع رغباتي، أن عندي سيارة سبورت، عندي لو أطلع فيها أتمشى باليوم مرة ولا بالأسبوع مرة، المهم هواية. الهواية غل الحين يينا دشينا في مجال الرياضة، رياضة السيارات، طفنا مرحلة الهواية. رياضة السيارات تبي إنجاز، تبي دراسة، تبي معرفة، يعني تبي فريق كامل. والله هذه الشغلة يعني الواحد يستهويها، يعني هواية تكون. فإحنا من البداية يعني قبل لا أدش مجال اللي هو الدراج ريس كنت حاب السيارات، يعني كنت حاب، يعني كان كنت أحب سيارات السباق، خاصة سيارات السباق والسبورت. يعني من بداياتي أنا من أول شيء كنت مستهوي الكورفت، سيارة الكورت، فكنت وايد أحبها، يعني كانت أمنيتي أنها تكون عندي واحدة، والحمد لله الحين يعني عندي سيارات كورت، يعني مو بس واحدة. فعشان كذي كان اتجاهي كان أول شيء أنك سيارة كورت، بعدها شفنا أنه في نادي يحتضن هذه السيارات اللي هي سيارات السباق، فدشينا هذا النادي الحمد لله وجهزنا سيارة، يعني جهزنا سيارة كورت حق السباق اللي هو التراك ريس وشاركنا فيها، وعشان كذي الواحد يتجه يعني حق الشيء اللي هو يستهوي، الشيء اللي هو اللي يحبه، اللي تكون هواية، يعني تبلش من هي هواية وبعدين أن تنمو الهواية وتكبرها وتتجهنا حق السباق، وإن شاء الله لإحتراف وشغلات يعني أفضل إن شاء الله. في السنوات اللي ما كان فيها عندنا نادي، ما كان عندنا ترك، كنت أجهز سيارتي وأطلع فيها، أوصل للبحرين درب بالسيارة من الكويت للبحرين، وأوصل هناك أنزل المضمار بالتجارب،
تطلع لي مشاكل بالسيارة لأن على الترك غير وتجي السيارة وهي بالجراج غير، فكنت أعاني وايد من هالمشكلة. الحين بالنسبة حق افتتاح النادي راح يسهل علينا وايد أمور، منها أن أنا عندي مجال أجرب سيارتي وأستعد 100% قبل لا أني أطلع حق المشاركات الخارجية. يعني النادي هني صار شيء مثل ما يقولون ماي بارد نصب علينا. طبعا احنا بدايتنا شباب منطقة الكويت بقطعة 2 بالتحديد، كلنا هاوين سيارات ونحب السيارات وهواياتنا من الصغر، فتجمعنا على السيارات، ربعنا كلنا عندنا سبورتات نطلع نشارك معارض، فحبينا هذه الهواية. واحنا كلنا بقطعة 2 فسمينا فريقنا بلوك 2. فيوم مشاركتنا أول ما أسسنا الفريق سنة 2003 طبعا عقب ما تقريبا هني سكرة وحلبة ظلنا نمارس هواياتنا بالشارع طبيعي، نتمشى بالسيارات، عندنا سبورت، هذه سيارتي وهذه شكلها ومش عارف ايش، لمن التحق بطلوا حلبة البحرين ورحنا شاركنا فأسسنا فريق بلوك 2 على جمعتنا ومنطقتنا وقطعتنا، فصار اسمه بلوك 2 ريسينج تيم. يعني أمانة العائق يعني الرئيسي اللي هو العائق المادي، يعني الدعم، هو قلة الدعم ما يؤدي، يعني هذه خاصة هالرياضة تحتاج مبالغ، تحتاج دعم مادي، يعني مو شيء يعني إنه يكون معنوي بس، يعني لأن هي تجهيز وتطوير، يعني إذا أنت ما تجهز عدل وما تطور سيارة عدل ما في إنجازات. فهذا أول شيء يعني من ناحية الطموح، وإنه يكون إن شاء الله في دعم مادي وأيضا تفرغات اللي أنه إن يكون الشخص متفرغ يعني بشكل كامل حق الشغلة هذه، حق السيارة، تجهيز السيارة. إن تجهيزها مو سهل، يعني ما يحتاج إنه يوم أو يومين، ممكن أشهر ممكن سنين تجهز سيارة عشان تشارك فيها وتنافس فيها. والحمد لله الحين افتحوا حلبة بالكويت، يعني هذا شيء هم من يعتبر من الطموح، يعني إنه يكون في حلبة بالكويت، إنه نقدر نجرب سيايرنا، نشوف جاهزيتها إنه تكون كاملة، حتى نقدر نشارك في مثلاً دول برا مثل البحرين أو قطر أو غيره. يعني بالنسبة حق سيارتي أنا أشارك مثل ما قلت بالأوتلو 6 سلندر، فئة قليل الكويتيين مشاركين فيها، يمكن أنا وياي واحد ثاني اللي هو يوسف الشاهين بس الوحيدين في هذه الفئة، باقي الفئة كل المنافسين بحرينيين وإماراتيين وسعوديين، يعني إحنا الكويتيين الوحيدين في هذه الفئة، وفئة قوية طبعا وفيها أرقام عالمية. الحمد لله الموسم هذا اللي طاف قدرت اني اتغلب على وايد مشاكل بسيارتي، يعني وقدرت احصل على بالترتيب المركز الاول في الجولة الاولى والمركز الاول ايضا في الجولة الثانية، الجولة الثالثة حصلت على المركز الثاني، الجولة الرابعة ما قدرت اخذ، صارت لي مشكله بالسياره فما قدرت اخذ مركز، وكذلك الخامسه خذيت المركز الثالث لان صارت لي مشاكل بالسياره، يعني تيربو وماكينه وكذا، فما قدرت اني اواصل، فاساس كذي قامت المراكز تتاخر. يعني مدير الفريق انت، اي عمل اي انجاز لا اداره اللي توصله حق هذا الانجاز، احنا نعتبر فريق شركه، فريق شركه، الشركه لازم لها اداره، مدير يدير الشركه، من الفريق لا متسابق لا ميكانيكي لا كهربائي
لا شباب موجودين ستاف كامل مبرمجين. ففي من هذا هني انت شلون تسوي كنترول؟ هو الكنترول يصير من مدير الفريق نفسه. فعشان ننجح العمل هذا لازم إدارة كاملة حق الفريق. الفريق اما يطلع نقول عندنا مشاركة بالبحرين، المشاركة بالبحرين مو معقولة كل واحد يروح يحجز بروحه، فلازم كنترول من مدير الفريق. يا شباب حجز فترة معينة مكان الفلاني، نبدي رحلتنا بهالمكان الفلاني ونبلش من البداية من الستارت من الكويت، نطلع نوصل بسلام حسب قوانين اللي يفرضها مدير الفريق. يعني حتى في 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 الطريق اللي احنا نمشي فيه لا تسرع سيارة، احنا داعسين سيارات، انت سيارة تسرع لا تسرع، تمشي النظام القاطرة المقطوعة بهدوء عشان نوصل بسلام. بس كنت أنافس على بطل الموسم والفرق جدا صغير بيني وبين خذيت أنا ثاني الترتيب العام، خذيت الثاني من 1600 تقريبا النقاط، مجموع النقاط من 1600، الفرق بيني وبينه 8 نقاط، فرق صغير جدا يعني. فبس الحمد لله الحمد لله قدرنا ننافس فئة قوية والمشاركين فيها هم ما شاء الله عليهم أبطال، يعني أبطال عالميين من البحرين ومن السعودية ومن الإمارات. أي هواية بالدنيا كلها خسارة، أنا أقول لك من الحين ماكو هواية ترد لك المنفعة أكثر من خسارتك فيها، لكن الهواية تشبع غريزة فيك أنت كشخص، أن أنا هاوي سيارات أشبع نفسي بسيارات، مو معناته أني أستغل من وراء السيارة أو السباق. أنا عندي الإنجاز المهم والربح الأوفر هو الكؤوس اللي أحصلها وأرفع اسم الكويت ومشاركاتي في المحافل الدولية، هذا أهم إنجاز عندنا. لكن شنو ما يترتب عليه من الخسائر هذا مو مهم، هذا كله يمسح أنت أول ما ترفع الكاس هناك واسم الفريق هذا إحنا واسم الكويت يما يرتفع، يعني أنت خلاص تنسى كل شيء. فلوس وايد تقط فلوس، الانكم العائد من وراء الصباغات ما يغطي الفلوس اللي انت تقضيها، سواء مصاريف اكل، سواء مصاريف سفر، سواء اقامه، سواء روحا تنقلات، غير انت شنو يصير اضراب الماكينه. انت الماكينه لها ست اب كامل، انت تحتاج اقل ماكينه بس ماكينه مثلها مثللها بالارض، هذه فلوس. انت اذا جمعت سويت الماكينه وانت وصلت على 15 16 الف 20 الف على الماكينه، يقول لك ماكينة ثانية أخذتها موجودة نفس القيمة. فهذه هي بس شنو أنت شابع غريزة فيك أنت أن هواية أنا أصير بطل في محفل من المحافل وأرفع اسم الكويت. بلوك 2 ريسينج عنده أكثر من سيارة، يعني فئة عنده مثلا 8.5 أندكس، عنده الـ 9.5 اندكس وال 10.5 اندكس وال 6 سلندر اللي هي الاوتلو، والحمد لله يعني في انجازات. يعني الموسم كنا على وشك ان نكون يعني بطل موسم فئة الاوتلو 6 سلندر، بس للاسف ما حالفنا الحظ. بس الحمد لله يعني اغلب مشاركاتنا بجبل الجولات قاعد نحصل مراكز متقدمه، يعني من ما بين الاول للسادس او الثامن، يعني الحمد لله هذا تقريبا، ونطمح للاكثر ان شاء الله ان نكون بالمراكز الاولى ثلاث.
إذا يعني أحمد ولدي بعمر إنه يعني قريب وياخذ ليسن وهذا عمره 16 سنة. يعني بعد سنتين إن شاء الله أدري راح يقول لي أبي سيارة وأبي كذا ويحب الكورفت بعد بالذات. فأنا ما عندي مانع إنه يدش في هذا المجال بس بالطريق الصحيح والمكان الصحيح. يعني أغلب الشباب عندنا يحبون هواية سيارات ويصرف على سيارته ويعدل عليها ويسوي وكذا بس وين يسابق بالشارع؟ يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. السيارة ناهيك على أنها ما فيها سيفتي السيارة. يعني إحنا في لنا شروط بالحلبة بالنادي، لنا شروط لازم تكون موجودة في السيارة، شروط طبعا كلها سيفتي. هي رياضة حالها حال باقي الرياضيات. يعني مثلا ركوب دراجة عندهم سيفتي، يلبس خوذة، يلبس مثل ضبابات، يلبس كذا، هذا السيفتي مال رياضته. احنا بعد كذلك بالرياضة المحركات هم عندنا السيفتي الخاص فينا. يعني كل فئة، القفص الحديدي هذا الرول كيج داخل السيارة، كل فئة يختلف عن الفئة الثانية. يعني كل ما له ويزيد عددهم، طريقتهم، طريقة اللحيم بالرول كيج، في شبك، في باراشوت، في يعني كل هذه امور سيفتي حق سلامة السائق بالدرجة الأولى. غير كذي انا ما اعرض حياة الآخرين للخطر. يعني انا ممكن اسوي حادث وانا لا سمح الله يصير فيني شيء بس اضر معاي عائلة ولا اذا كان بالشارع. يعني فاذا احمد ولدي قال لي ابي اسابق بالمكان الصحيح ما عندي مشكلة. أنا ولدي إذا يعني وقال لي أنا بديش أشارك برياضة السيارات أنا ما أنصحه، بس إن تبي هوايتك السيارات سياراتي عندك أخذ اللي تبي، لكن كدش الرياضة لا ما أنصحك فيها. لأن في هذا الجيل إحنا جيلنا عارفين عشنا صعوبة وعارفين إن شهادتنا مهمة، دراستنا مهمة، هم من هوايتنا مهمة، لكن هذا الجيل انفتح أكثر على العالم، فإذا اتجه مكان واحد ممكن ينزل مستواه من أماكن ثانية. وأي أبو يطمح بولده أنه أول شيء يأخذ الشهادة، العلم أهم شيء، العلم نور، بعدين تجي الهوايات، هواية سيارة أخذ، بس أما تدش لي كسباق سيارات أنا ما أنصح. أنصح من ناحية الأهل على حسب، يعني إذا شافوا أن ولدهم خلاص مستهوي الشغلة يعني عندهم أفضل أنه يجربها بالحلبات ومكان سيفتي أفضل من أن يكون أنه يطلع بالشارع، أنه يكون مستهتر ويسابق بالشوارع. يعني أتوقع أن يعني الأهل راح يشوفون، هو طبيعي أنه ينصحونك ويقولوا لك لا وقت مثلا رياضة مكلفة ممكن صحتك، نفس الطريقة بالكرة والغيره. يعني الكرة بيقول لك وخر عن الكرة، شلك بالكرة تتعور وإصابات، فنفس الطريقة. فهذا الحرص الأهل موجود بكل الرياضات، بس اتوقع يعني الاهل ممكن يشجعونك انه مكان بدال لا تسابق بالشوارع تروح تتوجه حق مكان يعني مثل الحلبات، مكان امن وسيفتي، اتوقع يشجعونك. من ناحيه العيال يعني اذا هو هاوي ومستهوي هالشيء وهو بخاطره انه يجرب، لا اكيد بشجعه مثل ما انا جربت، وهذا ما راح يعني امنعه عن هالشيء، يعني راح اساعده وراح اخليه يدش يعني هالشيء، بس انه مو غصب، يعني مو ان انا اتسابق واخلي ولدي غصب انه يتسابق، لا، اذا هو مستهوي هالشيء وحاب انه يتسابق بالعكس راح اشجعه واساعده واكون وياه. بالنسبة حق طموح الفريق طبعا الرياضة هذه ما فيها نقطة نهاية، يعني احنا مواصلين بالانجازات والتطور هذا. طبعا الانجازات هذه تحتاج طبعا دعم مادي، فهذه اولى المشاكل اللي تواجهنا. يعني انا
صرفت حقيقة يعني من 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 مالي الخاص يعني من جيب الخاص وايد صرفت على هذه الرياضة وهذه ما في لأن ما عندنا حلبة بالكويت كان يعني ما عندنا حلبة فما عندنا سبونسر يشوف سيارة قدامه مثلا على أساس يعطيك أو يدعمك كذا فصرفنا وايد من عندنا طبعا ما راح نوقف إن شاء الله حتى إذا أنا حسيت إني كبرت على الرياضة هذه أكيد راح أجهز لي يعني سايق الإخوان موجودين عيال الحم موجودين الربع موجودين راح أجهز يواصل مسيرة السيارة مثلا أو الفريق هذا راح يواصل الإنجازات إن شاء الله وتحقيق الإنجازات أول شيء نشكر صاحب السمو على وعده لنا وإنجاز الوعد هذا الحمد لله انفتحت الحلبة العالمية هذه الحلبة أول شيء سدت نقص بالنسبة لنا إحنا ككويتيين متسابقين كويتيين عندنا نقص كل الدول عندها حلبات إحنا من 2003 تسكرت فهذا سد نقص بالنسبة لنا الحين نبدي نعطي إحنا بديرتنا إحنا يعني مكاننا أرضنا فأنت تعرف أفرقة القدم بأرضها تلعب أحسن لعب فبالنسبة لنا ما بالك شنو راح نسوي بأرضنا فأكيد راح نجيب أحسن أرقام ونحقق أحسن الإنجازات والريكوردات العالمية طبعا في هذه الحلبة وهذا أحسن تشجيع لنا والحمد لله على كل حال نصل معك عزيزي المشاهد إلى نهاية الحلقة يتجدد معكم اللقاء في الأسبوع المقبل وبرنامج سبيد